هذه خوتي ثاني حبة في الشباب خوتي سي 220 خوتي وبرك خوتي. كاينه برك واحد المعلومة دائما نقولها لكم نعاودها لكم، تشري سيارة من ألمانيا مرسيدس، راني نحكي لك ها، تشري مرسيدس من ألمانيا ماشي كيما تشري مرسيدس من فرنسا، من فرنسا خوتي ماشي ميد إن جيرماني، مرسيدس اللي في ألمانيا ميد إن جيرماني، خاطرش لأنه كاين شركات فرعية لمرسيدس في كل أنحاء العالم، حتى في افريقيا ولات كاينه، في الترك في ايران مونتاج حبي يقول ماشي معناتها يركبوا التركيب. وبالتالي خوتي تحب تشري مرسيدس ميد ان جيرماني تجي لالمانيا وتشريها من الشركه خوتي، ما تشريش من برا، تشري من الشركه خوتي، فهمتوني خوتي؟ لانه كاين بزاف ناس مساكن مغلطينهم على بالو كي يشري مرسيدس من فرنسا يقول لك والله غير تاع والله تاع الالمان، نو ماشي تاع الالمان خوتي. كاين ما ذاك النهار ثاني في شركه رونو طونوبيلات تاع رونو خوتي، ثاني معلومه برك احنا في مرسيدس نزيد نعطيكم معلومه، عندي نعرف ناس يخدموا في رونو، سيارات تاع رونو راهي تجي من لابولون ومن رومانيا، التركيب ثمك خوتي لانه اليد العامله رخيصه ثمك، وبالتالي يركبوا ويسقموا كل شيء ثمك ويجيبوها لفرنسا، اسمها ماشي ميد ان فرونس، ثاني بيجو رونو، استغفر الله ماشي بيجو رونو. المهم معلومه برك هذه خوتي، وصلي على رسول الله. سي 220 2017 133 الف كيلومتر، ساعه فيتاس 170 بي اس ديزل، هاي الساعه 460 مليون، تسمى 460 مليون خوتي، لو كان يزيدوا ينقصوا لكم شويه مع 19% مع الاخر حبه بنينه كاع، والله الله يبارك ما شاء الله خوتي. واش تصور واش تخلي الرحمه على والديك، شوف من الجهه اللي من هي كاع راهم هذيك سي خاتي، والله العظيم غير الله يبارك نحب نصور لكم وكاع، بس واش تصور واش تخلي، ومن بعد على بالك تصور شوف تصور تعيا وتمونطي وتروح للدار وتمونطيهم وتركبهم ودير لهم تصاور وكل شيء وتسقم، من بعد واحد يقول لك راك ديرنا في الغاليين، واحد ما يديرش ميم با لايك، لايك ما يضربهاش ويقول لك راك ديرنا في الغاليين، معناتها خاوتي يزيد يزيد شغل يزيد يبريزيك. أقول فهمي خاوتي يرحم والديكم اللي راه يتفرج يضرب لنا لايك ويدعم خوه وسايس على المسايس، سايس على المسايس وصاي. أقول فهمي خاوتي ماشي أي حاجة تقدر تكريتيكي فيها، بس كل إنسان راه يعيا وراه، وصدقوني بالله خاوتي يا والله 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 وما جيتش أنا نحب هذا هذا الدومين هذا السيارات، وما جيتش نحب أنايا نصور، وما جيتش هذا والله غير راني حبست صافي لونطون. كاين بزاف الناس يقولوا لي راني حاب نبدا اليوتيوب، ونقول له شوف اذا تبدا اليوتيوب وما تحبش التصوير، ما تحبش فن التصوير، وما تحبش نتايا كي شغل الانتقادات ومن غير ما كان له، حنا خاوتي انتقد كيما حبيت، المهم ضرب اللايك ودعمنا، اشترك معنا وانتقد كيما حبيت خويا العزيز، راكم فاهمين؟ عباد البارح حنا ورينا لهم كاين ناس هنا ماشي واحد ماشي زوج، ورينا لهم ومن بعد مع الاول دوروها سيريو، ومن بعد بداو يتبهلوا ولو عندهم الملايين تاع الناس بلا ما نذكروا الاسماوات، وانت سيريو منا تلقاها ينتقدك وما يدير لك شلاك وزيد يهبلك. المهم معليش صلى على رسول الله دوكا، واضرب الله كذاك تسمح فيا واشترك معنا ونتلاقاو في طنوبيل اخرى ان شاء الله، صلى على رسول الله.